الأمارة هي عاملة رعاية صحية مجتمعية. تسببت جائحة COVID-19 في تعطيل العديد من الخدمات الصحية العادية في منطقتها، وقد ترك هذا العديد من الأشخاص في مجتمعها عرضة للخطر. على وجه الخصوص، يعد الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية حالية معرضين الآن لخطر أكبر، سواء من جائحة COVID-19 أو من الاضطراب الذي تسببه لخدمات الرعاية الصحية الأخرى. وجدت أمارة طرقاً جديدة للعمل حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم الرعاية أثناء الجائحة. تقوم بتقييم كل حالة لمعرفة ما إذا كان من الضروري زيارتها شخصياً. إذا لم يكن من الضروري زيارة الحالة، فإنها الآن تقدم الرعاية عبر الهاتف. يساعد هذا على تقليل انتشار COVID-19. إذا كان من الضروري أن تقوم بالزيارة شخصياً، ترتدي أمارة دائماً معدات الحماية الشخصية المناسبة، وتحافظ على مسافة لا تقل عن مترين إن أمكن ذلك، وتغسل يديها لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد كل زيارة. تقوم أمارة بانتظام بتفقد أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية قائمة، وتقوم بترتيب المواعيد لمن هم بحاجة إلى زيارة المرافق الصحية. يقلل هذا من عدد الزيارات التي يحتاجون إليها، وتواصل تنظيم رعاية الأطفال والحوامل مثل فحوص ما قبل الولادة واللقاحات وعلاج الملاريا والالتهاب الرئوي والإسهال. تبحث أمارة دائماً عن علاجات لتفشيات جديدة لCOVID-19، لكنها تظل أيضاً متيقظة للأخبار الواردة عن أمراض أخرى قد تنتشر في المجتمع. يتجنب بعض الأشخاص طلب العناية للمشاكل الصحية الأخرى لأنهم يخافون من COVID-19. تشجع أمارة الناس على الاستمرار في تلقي العلاج لأي مشكلة صحية من خلال مشاركة المعلومات حول كيف يمكن أن يحافظ الناس على أمانهم عند طلبهم للرعاية. تتيقن أمارة من استمرارية أفراد مجتمعها في تلقي الرعاية التي يحتاجونها.